ابرز احداث الاهلي السنه دي موقف حسين الشحات الغير اخلاقي لما اعتدى على لاعب نادي بيراميدز الشيبي بالشكل ده. حد يفهم الناس ديت ان اللاعب المغربي ده ضيف عندك؟ موقف زي ده ممكن يتسبب في تعصب بين البلدين. فكره ان لاعب بحجمه ونجوميه حسين الشحات انه يروح ويدي واحد بالقلم برضو ده شيء مرفوض تماما ولا انه يستفز. تضحك على ايه؟ بس القلم مكيف. طريقه القلم وطريقه ايد حسين بس ده الكلام طب ده غلط اهو. اكنك بتتفرج على مسرحيه فبضحك عادي. القلم مكيفني وانا لو موجود في الملعب عامل كده وكل لعيبه الاهلي هتعمل كده. ولو ما سكتش انت كمان هم يضربك على الهوا. بص ده من اكتر الحاجات اللي بتغسلني من جوه لما اشوف حد بيتضرب بالقلم. عارف لما بكون زهقان باخد المدام واروح لاقرب اسم نشوف الاقلام هناك على حق بقى. استنى بلاقي كابتن ايه وتعمل كده ايه بس استنى خد مطوه عشان تعلم عليه صح. اخطفوه في اتوبيس لعيبه الاهلي واطلبوا فيه فديه. ده نادي بيراميدز معاه فلوس قد كده. هنقول ايه الواحد الحاجه الوحيده اللي بيفتخر فيها في مسيرته الكرويه انه خد كوبري من ميسي. كون اللي ميسي يديني كوبري دوسان على صدري.